سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع صحي حمزه؟ نهاركم مبروك يا كيف حالكم؟ نقول درت المقدمه قدام ماما، قالت لي ما تقولي لهم شكرا، قولي لهم كي دايرين مع الصيام، نهاركم مبروك. قولي لهم، كاين قولي شي لهم، شهيوات؟ كاين كاين شي شي شهيوات؟ كاين شي حداقه؟ كاين شي مخيمرات؟ كاين شي طيبات؟ كاين شي ماما صرفتهم لكم. المهم انا يلاه دابا طلعت باش نبداو نديرو الفطور. لابسه الطابليه، كما كتبان الطابليه حتى هي في الكحل، انا دايره الطابليه حداقه. المهم غادي نصور لكم مقتطفات من هذا النهار. هذا صراحه انا ناويه ندير بيتزا، وناويه ندير واحد المليويات معمرين، وناويه ندير بانكيك وكيكه. صراحه هاد جوج الاولين بيتزا والملوي، الملوي ما شنو كنقول كاع الملوي معمر، كاع ما نصورو لكم لحقاش كلشي كيعرف يدير مليويات معمرين وبيتزا بلا ما نطول عليكم في الفيديو بزاف. غنشارك معكم معايا واحد البانكيك كيجيو زوينين وخفافين، واختي غادي دير واحد الكيكه حتى هي زوينه واقتصاديه وعائليه. ايوا خليكم معانا. المهم انا كنت غادي نبدا بالبيتزا هي الاولى، هو يبان ليا مشيت للثلاجه وهو يبان ليا باقي شويه ديال من العقده ديال الكاكاو حيت صايبناهم. الضحكه عندنا عجيب هنا يا ربي. المهم قلت لكم لقيت مازال واحد شويه ديال العقده ديال الكاوكاو، بقات لينا من دوك البريوات ديال الكاوكاو اللي درناهم داك النهار. صورت لكم الفيديو ديالهم الصراحه، ولكن تليفوني محاهم كيدير اللي بغا. المهم هاد اللعيبه هادي اللي غادي ندير لكم كاكاو الشكلاط حتى هي كتساعد في زياده الوزن. انا ساعدتني فاش كنت بغيت نزيد الوزن، وان شاء الله قريب غادي نوريكم، غادي ندير لكم فيديو ونقول لكم كيفاش غلطيت. المهم انا خديت كاس ديال العسل، ما عمرش كاس، شويه غنخويه على هاد شويه هذا باش نجمع هاد الشيء. البنات انا صافي هنايا جمعتها كامله بالعسل، وصافي دابا غادي نبدا نديرها في الكويرات. بعدا كاوكاو، من الاحسن انكم ديروا داك كاوكاو الصغير ماشي الكبير، داك الاحمر هذاك كيكون مزيد شويه، كيكون يعني غيساعدكم زياده الوزن احسن من الاخر. ودابا غادي نبدا نديرها في الكويرات. مش غادي نديرها في داك الكويرطات ونخوي عليها الشكلاط. المهم هنايا انا كورتهم كاملين، دابا غادي نديرهم غير في دوك الكويرطات باش نخوي ليهم الشكلاط وصافي. المهم انا دابا بديت كنفككوا في هاد الكويرطات، غنفككهمش كلهم. المهم انا دابا بديت كنديرهم في دوك الكويرطات. بعدا كاوكاو ملي تبغيو تطحنوه طحنوا معاه واحد جوج كيسان ديال الجنجلان. بحال دابا درتو كيلو ديال الكاوكاو، غديروا معاهم جوج كيسان ديال الجنجلان، يكونوا محمرين، ما يكونوش محمرين ثاني بزاف. المهم واخا ما يكونوش هاد الكويغطات راه ماشي مشكل، انا درت هاد الكويغطات غير حيتاش ما كان غير حيتاش زعما غادي يشد ليا داك الشكلاط وصافي، ما يخليش هكا يسيح. نتوما الا بغيتو ديك الساعات تقدروا ديرهم كويرات وتغطسوهم كاع في الشكلاط، يكون احسن. كل ما كان الشكلاط بزاف راه غادي يكون احسن. وصافي دابا رمضان غادي تاكلوهم في السحور والعشاء والفطور.
كاملين، ومن بعد ما درنا لهم الشوكولاته كلهم دابا غندخلوهم يبردوا في الثلاجه. سكيك س واش نقول دابا؟ سلام البنات، هنايا درت واحد الكيك وبعدي مني صاحبي. المهم هجر ما عندهاش مع الشرح بزاف، واخا كدير مسكوته ديما ما عندهاش مع الشرح. المهم انا درنا 4 ديال البيضات مع كاس ديال السكر، طربناهم مزيان وصافي. وغادي نزيدو عليهم كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب، وصافي من ديك الساعه ملي غادي نزيدو الزيت والحليب غنوريكم شنو غادي نزيدو عاوتاني معاه. ودابا غادي تزيد عليه واحد جوج، بعد ما درنا الحليب والزيت غادي تزيد عليه جوج معالق ديال الكاكاو وغطحنا عاوتاني، وغتزيد عليه فانيليا. صافي وغتولي عاوتاني طحن. وصافي دابا خوات عليها 3 ديال الخمارات، وغتزيد عليها واحد جوج كيسان ونص ديال الطحين. وصافي هنايا زدنا عليها جوج كيسان ونص ديال الطحين، وغادي نطربو مزيان حتى تولي حتى ما يبقاش دوك الحبيبات ديال الطحين والخماره. وصافي وغادي نديروها في المول. المهم هنايا غادي نديرو لي بانكيك. انا درت 4 ديال البيضات في هاد الكاس، ودرت عليه كاس ديال السكر، وغادي نضربهم مزيان. من بعد غادي نزيد عليهم المقادير اللي بقاو. المهم هنايا من بعد ما طربت 4 البيضات مع كاس ديال السكر، زدت كاس ديال الزيت وجوج كيسان ديال الحليب، ودابا غادي نولي نضربهم مع بعضياتهم، وعاد غادي نزيد عليهم فانيليا، وعاد نزيد الخمامر والطحين. المهم هنايا انا زدت معاها الفانيليا. صافي دابا غادي نزيد عليها جوج ديال الخمارات، وغادي نزيد 3 ديال الكيسان ديال الطحين. وصافي وغادي نخلطها، ومن بعد غادي نخليها تخمر ترتاح واحد شو عجر قلبات كاع الخماره. صافي غادي نخليها تخمر واحد ثلث ساعه، نخليها تخمر ثلث ساعه وصافي، وغادي نبدا مهم. هي الطبيله، هذيك مسكوت اللي صايبات اختي هاجر، وهذاك المليوي اللي وريتكم غير التلويه ديالو، وهذوك البريوات اللي صايبنا انا وياكم داك النهار بسطيله. وهادو صراحه صورت لكم هاد البريوات هادو ديال الكوكب، صورت سميتو، ولكن مشاو ليا لي فيديو سمحوا ليا. وصافي وهذيك البيتزا ولي بانكيك كيجيو واعرين صراحه، كيجيو خفافين وزوينين. بصحه فطوركم. ايوا بصحه فطوركم. وصافي كنبغيش نطول الفيديو بزاف 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 بزاف. ايوا صافي هادشي اللي كاين. نتمنى نكون خفيفه 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 على قلوبكم، ومع فيديو جاي ان شاء الله.